الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم فضيلة الشيخ مصطفى. نعم. لو سمحت انا عندي سؤال. اتفضلي. انا واحدة حلمت لي حلم من قيمة اسبوع. لا تحكي هذا الحلم، إن كان مكروها لا تحكيه، وإن كان طيبا فالمقام ليس تفسير رؤيا، ولكن أرشدك إلى النافع لك. إن كان حلما مكروها فافعلي الآتي: تعوذي بالله من شره، اطفلي عن يسارك ثلاثا، تحولي عن جنبك الذي كنت عليه، صلي لله ركعتين، لا تخبري به أحدا. هذه أداب الرؤيا المكروهة. إن كانت رؤيا طيبة فاحمدي الله عليها وحدثي بها من تحبي، والله أعلم.